امبارح بالمناسبه السويسري مارسيل كولر بعد المباراه كان ليه بعض التصريحات، قال من خلالها ان اللعيبه كلهم قدموا مباراه كبيره جدا امام الاتحاد المنستيري ونجحوا في تطبيق تعليمات الجهاز الفني بشكل كبير جدا. اوضح ان بدايه المشوار الافريقي ما كانتش سهله باي حال من الاحوال، وان الاهلي واجه خصم قوي على ملعبه وسط جماهيره، وقال كمان المهم دائما ان نحقق المكسب، وسعيد بفرحه اللاعبين بعد الفوز، وسعيد بفرحه محمد عبد المنعم الذي احتفل بشكل جنوني لدرجه انه اصابني في قدمي وددت لو منحته بطاقه صفراء. كان واضح انه كان يعني ايه العنفوان بتاع الفرحه كان طاغي جدا على محمد عبد المنعم الحقيقه. واختتم مارسيل كولر تصريحاته بانه يتوجه بالشكر الى جماهير النادي الاهلي، واكد انه بيثق في دعمهم الدائم والمستمر لكل اللعيبه لاستكمال المشوار وايضا التتويج بالبطولات، واكد على انه بيعمل بشكل دائم على ذلك لدرجه انه لا يمتلك الوقت الكافي للتجول في القاهره والاستمتاع بمعالمها. بياكد هو دائما على المقضين. انا مش فاضي، انا الاجازات ما باخدهاش، انا لفترات الراحه بشتغل. كلهم مأجزين الا انا. هو حريص دايما، هو كان يعرض حاجات كده على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف او نتعرف على جانب اكبر من تصريحاته من خلال التقرير ده. اتفضل. طبعا هو مهم جدا ان الواحد يبقى البدايه قويه وبدايه كويسه. الفريق اشتغل كويس جدا الاربع اسابيع اللي فاتت، كانوا كل لعيبه مركزه بتسمع بتحاول انها تطبق كل اللي احنا بنطلب منهم في التمرين، لكن المهم ان احنا لسه في بدايه الطريق، لسه قدامنا طريق طويل، عايزين لسه نتحسن، محتاجين فكرتنا وفلسفتنا في كره القدم انها تتطور اكتر من كده وتوصل للعيبه احسن من كده. لكن طبعا كويس جدا ان الواحد يبدا بمكسب، وده بيدي ثقه اكتر في ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح، وده مهم جدا للعيبه ان هم يبقى عندهم ثقه ان هم يكملوا على نفس الطريق. قطعنا شوط اول في تونس، عندنا شوط قوي جدا في القاهره، محتاج مجهود اكبر، محتاج تركيز اكبر كمان من لعيبه النادي الاهلي. كيف سيحضر الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر لهذه المباراه؟ Wie werden Sie sich dann für das nächste Spiel vorbereiten? انا هبدا من اول ما احنا في الطياره، هبدا التحضير على طول، هقعد اتفرج على ماتشات وهبدا اجهز الماتش الجاي من الطياره. طبعا احنا كسبنا بره ارضنا وده طبعا حاجه كويسه بتدينا دافع، لكن مهم جدا ان احنا واحنا على ارضنا نفضل مركزين، ما نسمحش نحصل اي مفاجآت مش عايزينها، ونحن نكسب الماتش على ارضنا برضو. الرساله اللي ممكن يوجهها لكل لعيبه النادي الاهلي للاستمرار على هذا التركيز الكبير وعلى المجهود الكبير. عندي شبيله dass sie weitermachen und weiter dran bleiben. اهم حاجه ان احنا ان اللعيبه ما تبقى عارفه ان احنا ما كسبناش، ده شوط اولاني. بنفرح النهارده بس، ومن اول بكره خلاص بنقفل الصفحه ونبدا التجهيز للمباراه القادمه ان شاء الله. وهنبدا احنا على طول من اول دقيقه ان احنا نحضر للمباراه القادمه. فمهم جدا ان احنا ننبسط النهارده بس مش اكتر من النهارده، وبكره هيكون احنا مستعدين للماتش الجاي، وان احنا دايما نطلع احسن ما عندنا.